السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي الكرام، أينما كنت اليوم بغيت نطرح عليكم واحد الفكرة زوينة ديال السيز. ملي تنعجنوا الخبز وتتحببوه في الوليدات وفيكم التغيير الخبز، انا تنطرح عليكم هذه الفكره، هذه زوينه ديال الزرارع. هو sunflower nut، هي الزريعه والقرقع والفانو سيد والفلاكين سيدز، زريعة الكتان والجنجلان، وطبيعة الحال الأومليت الأوتميل اللي هو الشوفان. وإلا عندكم أي نوع من زريعة تصلح لهادشي كيفاش ديروه في الخبز، انا غادي نتبع معكم بخطوه بخطوه وهي سهله. انا ما غاديش ندير لكم العجينه، ما غنديرش الضو، ولكن نتوما الاختيار ديالكم العجينات اللي تديرهم بحال القريصه وتيجيو من بعد تدهنهم. انا غادي نوريكم كيفاش نخلط هذا الشيء وكيفاش نخبيه منين نبغي نحتاج ندير الخبز ديالي. تندير به هاد الزريعات هادو، ونقدر نزيد حتى اللوز وحتى هو. دونك بقاو معايا. وكيفاش تتشوفوا معايا، تنبدا بزريعة الكتان. طبيعة الحال انا كل شيء هاد الشيء سخنته في المقلة، سخنت الزريعة والقرقع وحبة حلاوة وزريعة ديال الشمش كما تقولوا زريعة هادي، او لا عندكم حتى زريعة القرعة مزيانة، زريعة القرعة هي طحنوها. هادو كلهم تيجيو بنانين في الخبز ملي تدهنوهم. تتحببوا الوليدات، تحبوا الناس اللي عندها ما تيحبوش الخبز، دونك تتحببوهم ياكلوا في هاد الزرار عاده تيحبوا ياكلوا الخبز. دونك على بركه الله. استسمح. دونك هادشي كله تنسخنو شويه ماشي بزاف، تنخليه شويه يبرد عاد تنطحنو. دونك الاوتميل حتى هو الاوتميل هو الشوفان كما تنقولوا ليه بالعربيه. تقدري ديري فيه الكوكيز، ديري فيه كل شيء. دونك كما تتشوفوا معايا شديتهم، دونك كما شفتوا معايا تنحط الجنجلان ساسميسي كما تنقولوا. دونك تنحط الفانوسي، وكما قلت لكم الا عندكم زريعه القرعه الحمراء مزيانه حتى هي تزيدوا. انا دونك ما عنديش اليوم، ولكن انا تنقول لكم اللي تزيدوا فيها. دونك غير شويه. دونك كما شفتوا معايا حطيت القرقع وحطيت الزريعه ديال الشمش، دونك حطيتهم حتى هما، وانا غادي نوريكم كيفاش. وصلت عندي هذا الشيء هكا، غادي نوريكم فين تحطوه. وكما تتشوفوا معايا كي تتجي، ومن بعد حطوها شي جار بحال هكا تكون معقمه القراعي،
فوقتاش ما تحتاجوا ديروا الخبز، دهنوا بها من الفوق، وحطوا الكريسات ديالكم ولا الخبيزات ديالكم كما حبيتوا تتشكلوا الخبز ديالكم. ولكن هي هاد الزرار عادي تجي في الخبز اللي هو صغيورين، داك الكريسات صغيورين. وتنقدموا لكم بالصحه والراحه، اولا عندكم شي قريعات بحال هادي اولا البلاستيك الميكا، وخليوها في مكان ما اللي عندكم في الكوزينه، ومني تحتاجوا تعجنوا حتى تلقاوه موجود. وبالصحه والراحه تنقدمها لكم. تنتمنى تكون عجبتكم الوصفه ديال اليوم، هذه مجرد مشاركه. ولا عجبكم الفيديو بارطاجيو مع لي زامي. ما يوصلكم ان شاء الله غير المزيد من شهيوات اللي تعلمتهم من جدتي الله يرحمها ويحسن لها. دونك الريحه فيها زوينه، وتتحببوها الاولاد او تتحبوها الناس اللي ما تيبغيوش الخبز غير عادي، دونك تتحطوا فيه الزرارع دونك تيجي زوينه. دونك غير شنتفوه شويه هكا، ماشي طحنوه بزاف، دونك غير خليوه ومن بعد دهنوه هكا، وتجي ديك الزريعه ديال الزريعه ديال الشمش او الزريعه ديال القرعه تجي تاهي طريفات كله تيجي مشبك. او اللي عنده البابي سي اللي هو تنديرو في داك الخبز اللي هو اسود حبيبات اسود، راه هو تيجي منه كامل. دونك تنتمنى تكون عجبتكم هذه الوصفه، وهذه معكم ليلى من امريكا و مع شهيوات جدتي الله يرحمها. دونك اتمنى لكم تعجبكم هذه الوصفه هذه.